التطورات العسكرية التي أفرزتها الحرب في غزة في المنطقة كانت بمثابة المحرك الذي دفع الإدارة الأمريكية لدراسة خطط عسكرية تحسباً لتوسع الصراع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق وطويلة الأمد بحسب بوليتيكو. وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن خطط الجيش الأمريكي ستشمل ضرب أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وتحديد المكان الذي قد يواجه فيه الحوثيون ضرباتهم التالية. وهذا أيضا ما أكده موقع أكسيوس الأمريكي الذي أكد أن الخيار العسكري ضد الحوثيين قائم بسبب استهدافهم سفنا في البحر الأحمر، من بينها سفن حربية تابعة للبنتاغون. كما يضيف الموقع أيضا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع فريق الأمن القومي في وقت سابق الخيارات المتاحة ضد الحوثيين، مؤكدين أنهم سيتحملون مسؤولية عواقب أي هجمات مستقبلية. وبالعودة إلى ما ذكرته بوليتيكو، فإن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية القادمة تشير إلى أن مسؤول الاستخبارات الأمريكية يتوصلون إلى طرق لتوقع ودرء الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، خاصة بعدما شنت أكثر من 100 هجوم ضد القوات الأمريكية في البلدين منذ 7 أكتوبر الماضي. ويأتي هذا بعدما حثت واشنطن من خلف الكواليس طهران على إقناع وكلائها بتقليص هجماتهم، لكن ما حدث عكس ذلك. كما ذكرت الصحيفة أن أحد الأسباب التي قد تساهم في تمدد الصراع هو استمرار القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.